في ملفنا الأول نسلط الضوء على التحركات الإماراتية لتعزيز التطبيع وتوسيعه في المنطقة، حيث أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا هو الأول بينهما منذ توصل البلدين إلى اتفاق تطبيع العلاقات في 13 من أغسطس الماضي برعاية أمريكية. بن زايد وعلى حسابه في تويتر قال اليوم إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو تحدث معه خلال الاتصال حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة لبحث آفاق السلام وحاجة المنطقة للاستقرار والتعاون والتنمية. نتنياهو من جانبه قال في بيان إنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع صديقه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، ودعاه لزيارة إسرائيل مقابل دعوة بن زايد نتنياهو لزيارة أبو ظبي. في سياق متصل حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم أبو ظبي وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، حثه على تشجيع دول الشرق الأوسط لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين ترامب وبن زايد أمس الأحد. كما هنأ ترامب بن زايد على الجهود التي يبذلها في المنطقة لتوسيع دائرة السلام مع الإسرائيليين. المزيد في تقرير عبد العزيز بن عمر. يبدو مسار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي متسارعاً، فليس للسياسة الخارجية الإماراتية في الفترة الأخيرة شغل شاغل غير توطيد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع المجالات. فقد غرد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كاشفاً عن اتصال هاتفي جمعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تبحث خلاله توطيد العلاقات بين بلديهما بالإضافة إلى جهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة. من جهته أكد نتنياهو اتصاله بولي عهد أبو ظبي واتفقا على اجتماع قريب، لكن لم يتم الإعلان بعد عن موعده ومكانه، في حين نقلت وسائل إعلام محلية إسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوفد دبلوماسي رفيع إلى تل أبيب في الوقت الذي يستعد فيه الكنيست للمصادقة على اتفاق التطبيع. وعلى الطرف الأمريكي كان الدفع بعجلة التطبيع في الخليج والمنطقة العربية الشغل الشاغل لترامب في اتصاله ببن زايد، إذ دعاه إلى تعزيز الجهود نحو تطبيع أكبر وأشمل وأسرع مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي ظل الإعلانات المتكررة لنتنياهو ولترامب عن قرب التحاق دول عربية أخرى بقطار التطبيع، لم تعلن أي دولة عربية بعد الإمارات والبحرين موافقتها على الرغبة الأمريكية الإسرائيلية، فيما يتأكد يوما بعد يوم الدور السياسي الجديد للإمارات في المنطقة العربية، منصبا في نشر ثقافة التطبيع وشرعنة الاحتلال وتلميع صورته، وبالمقابل شيطنة كل جهود المقاومة بجميع أشكالها تحت شعار إفشاء السلام والأمن في المنطقة العربية. إذن لمناقشة هذا الاتصال بين محمد بن زايد ونتنياهو والعلاقة بين البلدين نرحب عبر سكايب هنا في لندن بالعضو المؤسس في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع السيد أحمد الشيبة النعيمي، وكذلك من غزة بالخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور ناجي البطة. سيد أحمد الشيبة النعيمي، بداية هذه الكلمات التي وصف فيها محمد بن زايد الاتصال مع بن يمين نتنياهو، المرء لا يعني يحار عندما يجد هذه الحميمية في العلاقة بينهما متبدية في هذه الكلمات واضحة وضوحا تاما، لكن الذي يحار بأمره، هل تفاجأت أنت كإماراتي بهذه اللغة التي يتحدث بها ولي عهد الإمارات مع بن يمين نتنياهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني كشعوب عربية نحن نعلم بأن هناك علاقات أصلا كانت موجودة، ولعل انكشفت الأوراق في الفترة الأخيرة بشكل كبير بأنها أصلا هذه علاقات عمرها ما يقارب 20 سنة، ولذلك اليوم اللغة التي تكون فيما بينهم هي تبدي مدى عمق هذه العلاقة. ما تفاجأنا به حقيقة هو يعني هذا المستوى الذي لا يراعي أي حقيقة، يعني جانب إنساني أو جانب إسلامي أو عروبي موجود لدى هؤلاء الناس، يعني يكون أين لمست ذلك سيد أحمد الشيبة النعيمي؟ أين في تغريدة بن زايد لمست بأنه لم يراعي حتى القيم الإماراتية؟
نعم صحيح، لا قيم إماراتية ولا الدستور الإماراتي ولا أي شيء من هذه الأمور. حقيقة نحن ما ننظر إليه اليوم يعني هو انقلاب في صفحة التاريخ، هو انكشاف لحقائق. يعني اليوم احنا نقول لعل يقول الواحد متفاجئ، لكن هي الحقيقة أننا حنا نعلم بأن بينهم حميمية كبيرة ليست بالبسيطة، كانت واضحة في الفترات الأخيرة تدريجيا هي ماشية، لكنها جينا إلى مرحلة الصدمة لكي نرى كل هذه الحميمية، وهذا أمر أصلا متوقع من هذه الحكومات المتخاذلة أمام الحق الفلسطيني والحق وحق المسلمين في هذه الأرض الذي خذل في الفترة الأخيرة بشكل واضح وشكل كبير. فبالتالي احنا اليوم نرى أنهم أصبحوا ينصهرون انصهار كامل مع المشروع الصهيوني، إلى درجة أنهم تشعر أنهم يتبنون المشروع كأنه مشروعهم. أصبح القضية قضية تبني للمشروع الصهيوني، وهذا أمر واضح. طيب دكتور ناجي البطة، إلى أي مدى يحتاج بنيامين نتنياهو المصادقة في الكنيست على تطبيع العلاقات الإماراتية مع تل أبيب؟ بداية تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. لا يحتاج إلى شيء إلا أنه يعتبر أن ما يقوم به هو إنجاز إضافي للكيان الصهيوني وللمشروع الصهيوني وللتغلغل الصهيوني في المنطقة. ولم تصبح إسرائيل من النيل إلى الفرات بحسب، ولكن أصبحت إسرائيل بحجم سايكوس بيكو الذي يعني قسم وقزم وشرذم الوطن العربي. وبالتالي يعني أستطيع أن أقول لك أن مرجعية الجامعة دولها العربية ستصبح إسرائيل وليس العكس. بالتالي يعني هذه الإعلانات، ولا أقول الاختراقات، لأن الأنظمة العربية مخترقة منذ وجودها، يعني سبب وجودها أو يعني استمرار وجودها مربوط بالمشروع الصهيوني. إذا كانت هذه الأنظمة تقوم بما يطلب منها لحماية المشروع الصهيوني هي تستمر، وإذا كانت طيب هذه الأنظمة لا تقوم بما يطلب منها لحماية المشروع الصهيوني لا تستمر. لكن هذه الهرولة نحو التطبيع عندما يدعو بنيامين نتنياهو محمد بن زايد لزيارة الأراضي المحتلة ويدعو بن زايد بنيامين نتنياهو لزيارة الإمارات، ألا يبدو أنه ذهب بعيدا في قطار التطبيع؟ لا 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 لم يذهب بعيدا. دعني أقول لك أنني يعني واسمح لي بهذه الجملة، أنني بدأت دراسة المشروع الصهيوني عام 1980 قبل 40 عام، وأنا أعرف أن هناك مكتب للشيخ زايد من 3 موظفين يدير العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في ثمانينات القرن الماضي، وقد أكد لي ذلك أستاذ اللغة العبرية الذي درس في معهد أور عكيفة الإسرائيلي عندما رآهم بأم عينه في برنامج الماجستير لجامعة القدس أبو ديس عام 2006. يعني أنا أقول لك تاريخ لذلك الأنظمة العربية، وأقول أن هذا الأستاذ في اللغة العبرية قد قابل ممثل السعودية وهو سوداني الأصل، يعني يقيم في روما بعاجزية إيطالية، أيضا منسق العلاقات السعودية الإسرائيلية أيضا في ثمانينات القرن الماضي. يعني السيد العزيز الأمور خربانة، ولكن الآن طيب على السطح، لأن هذه الأنظمة لا تجرؤ أمام شعوبها التي كان فيها بعض يعني الحنينية لفلسطين والقدرة على التغيير بأن أن تقول لها. وهذا السؤال أنقله أنقله لضيفي سيد أحمد الشيب النعيمي. بنيامين نتنياهو يحتاج موافقة الكنيست لتطبيع العلاقات مع الإمارات، لماذا لا يحتاج بن زايد ذلك أمام شعبه الإماراتي؟ لماذا لا يبدو في الطرف المقابل أي صوت للشعب الإماراتي برفض ذلك التطبيع أو بالموافقة عليه؟ بكل بساطة أخي الكريم، احنا خلنا نتكلم، إذا تكلمنا عن الكيان الصهيوني هل يحترم شعبه؟ نعم، هناك مقدار من احترام الشعب بطبيعة الحال، هناك ممارسات لبعض الشكليات الديمقراطية التي هي للشعب الصهيوني فقط وليس للشعب الفلسطيني أكيد، لكن بالمقابل احنا أمام حكومات كمثل حكومة الإمارات لا تحترم الشعب ولا تحترم رأي الشعب، وليس للشعب أصلا أي مكانة بالنسبة له. هو يفرض، هذه دول شمولية اليوم وهي تقوم بمصالح على مصالح شخصية. اليوم الإمارات تقاد بمصلحة شخصية لولي عهد أبو ظبي، وهو يرى أن هذه هي مصلحته لتثبيت أركان حكمه ولتحقيق أحلامه. يعني احنا لا نعرف يعني إلى أي مدى ستصل هذه الأحلام، ولكنه يعني الشعب الإماراتي ليس له رأي. الشعب الإماراتي
يعتقل على رأيه. الشعب الإماراتي حينما يطالب بالديمقراطية وأن تكون له كلمة يعتقل مجموعة من مفكريه ومن المصلحين ويوضعون في السجون، بيد أن في الكيان الصهيوني تجده لا يستطيع عمل ذلك، لأنه هناك على الأقل يعني أساسيات معينة في الشعب الصهيوني يعني. طيب كيف تنظر سيد أحمد النعيمي لمبررات النظام الإماراتي بتبرير هذا التطبيع حول التنمية والتعاون الاقتصادي؟ هل ترى أي منفعة يمكن أن تعود للإمارات العربية المتحدة أو أي حاجة اقتصادية للتعاون مع تل أبيب؟ هذه التبريرات أخي العزيز هي مجرد ضحك على الذقون، ومجرد يعني كلام هو للتسويق الإعلامي لهذه الفكرة. هم يدركون بأن خسائرهم كبيرة ليست بالبسيطة، وأن قضية الجانب الاقتصادي ليس لهم أرباح منها أبدا، بل إنه متوقع الخسائر أكثر من موضوع الأرباح، ولكنهم يعني هي الحقيقة أصلا لإنقاذ يعني أصحابهم ترامب و نتنياهو كانت القضية أن تأتي في مثل هذا الوقت، وليس لأجل لا حل أزمة اقتصادية ولا أنهم يتوقعون، بل إن هناك تحديات أمنية، هناك تحديات عسكرية جاية عليهم الآن مع مثل هذا السلوك. يعني هل يأمن الإماراتيون الكيان الغاصب في فلسطين، هل يأمنونهم على أمنهم على اتصالاتهم عندما تقوم الإمارات العربية المتحدة بعقد اتفاقات أمنية حساسة مع تل أبيب؟ ما عفوا لم أسمع سؤالي. أنت الشعب الإماراتي هل سيأمن بعد الآن على أمنه الداخلي والخارجي، على اتصالاته عندما تجري حكومة الإمارات اتفاقيات أمنية مع تل أبيب؟ سيدي العزيز، في عام 2014 تم اكتشاف أن هناك برنامج اسمه عين الصقر يعني موجود في الإمارات، يقوم بزرع يعني نقاط التجسس وال يعني اللي هو السايبر يسمى، موجود يعني ما يسمى بالسبراني أو التجسس السبراني، موجود في كل أنحاء الإمارات، وعلم في النهاية أن الشركة التي تنفذ هذا الأمر هي موجودة في عند الكيان الصهيوني على أراضي فلسطين المحتلة. في الكيان الصهيوني هو الذي يديرها، شركة صهيونية. ثم إنه إحنا نعلم بقصة أحمد منصور الذي هو الإماراتي يعني الناشط الحقوق المعروف، نعم يعني يتكلم بحرقة ويدافع عن حقوق الإنسان، بأنه تم اكتشاف من أبل، من شركة أبل، بأن هناك تجسس عليه بالتعاون ما بين الحكومة الإماراتية وشركة إسرائيلية، شركة صهيونية شغالة معاهم على التجسس. فأنا كما أعرف الآن بأن كل بعد هذه الاتفاقية كل المعلومات الإماراتية هي متاحة للكيان الصهيوني، فلا يوجد أحد من الإماراتيين في مأمن من التجسس أو من حتى عائلة الأمن. حتى عائلة آل نهيان أيضا؟ عائلة آل نهيان أنا أعتقد أنها قديما يعني هذه مسألة منتهين منها. الكيان الصهيوني يعني يحاول دائما أنه حينما يدخل في مثل هذه الأمور يركع، ففي البداية أنت لا يمكن أن تستبعد أن هذه الحكومات كلها مخترقة من الناحية التجسسية، يعني لا يمكن أنها تكون الكيان الصهيوني لا يعمل على مثل هذا الأمر، وهو متفوق في هذا الجانب في المنطقة عموما، وجهازه جهاز الموساد واصل إلى كل هذه يعني كل هذه الأمور. شكرا. فلا أستبعد أبدا أن هذه العوائل مخترقة من الناحية من ناحية التجسس. شكرا لك. العضو المؤسس في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أحمد الشيب النعيمي. دكتور ناجي البطة، إلى أي مدى يشكل هذا التسارع في التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وتل أبيب عدوانا على الشعب الإماراتي وعلى الشعب الفلسطيني في آن واحد؟ يا سيدي العزيز، يعني الشعب العربي بشكل عام وخاصة الإماراتي والفلسطيني الآن يتعرضون للاستباحة من قبل الاحتلال الصهيوني، كما تفضل ضيفك، من ناحية التجسس على الاتصالات والتجسس على حياة الأفراد الناشطين في كل المجالات وخاصة المجالات السياسية، وكذلك على يعني تطويع الاقتصاديات والإمكانيات الموجودة لدى دول الخليج تحديدا من النفط وغاز ومعادن لمصلحة الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني اليوم طبعا استقبل سفينة الحاويات الإماراتية
ويقول انه اسبوعيا ستصل الى الكيان يعني 150 حاويه من الحجم الكبير يعني 40 قدم، وبالتالي انت تتكلم عن بدايه ظهور تعاون اقتصادي في النهايه يصب في مصلحه الاحتلال، لان دوله الاحتلال هي التي تملك الامكانيات في مقابل دوله لا تملك اي امكانيات او دويله كالامارات. لكن لدي امكانيات ماليه ضخمه دكتور ناجي، لا يمكن انكار ذلك، لا يمكن انكار حجم الصناديق الاستثماريه الاماراتيه التي تاتي في المركز الثالث على مستوى العالم باكثر من تريليون دولار. والسؤال، هل هذا التنسيق والتعاون سيحمي الإمارات العربية المتحدة من أي مخاطر في المستقبل؟ على الإطلاق لا يحميها، لأن في الإمارات ليس هناك عقول تفكر، وليس هناك مؤسسات تدير، وليس هناك هيكلية دولة. يعني الدولة مقوماتها يعني شعب وأرض ونظام سياسي. يعني في الإمارات لا يوجد نظام سياسي، توجد عائلة تدير البلد بكل المقدرات والامتيازات. حتى من إيران إذا ما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لخطر من إيران، هل تعتقد أن بنيامين نتنياهو سيهب لنجدتها؟ لن تطلق إسرائيل طلقة واحدة باتجاه إيران لو دخلت إلى الإمارات العربية المتحدة. الكيان الصهيوني يتعامل مع الآخرين حسب مصالحه، ما يحقق من مصالحه حسب حاجته، وبالتالي إذا دخلت في معركة مع أو حرب مع إيران، فأنا أقول لك أن الإسرائيليين سيعتبرون كأنه لا توجد إمارات أساسا، لأنهم لا يريدوا أن يعني يستدرجوا إلى مشاكل هم في غنى عنها، وبالتالي هم يتعاملون مع الإمارات لما يحقق مصالح الاحتلال الصهيوني وليس العكس. طيب، ولكن من الذي يدير هذا المشروع، مشروع التطبيع؟ ألا يبدو ترامب والبيت الأبيض يستخدم الإمارات العربية المتحدة كدولة وظيفية لترويج الاحتلال الإسرائيلي لدى الدول العربية عند حديث ترامب مع محمد بن زايد وتشجيعه على ترويج التطبيع؟ يعني أنا أحترم تأدبك الرائع في المصطلح. هي ليس دولة وظيفية بقدر ما هي عائلة أو عصابة وظيفية، هي تشكل دولة على الإطلاق، لأنه ليس لديها مقومات الدولة. وكما قلت لك بأنه العائلة هذه لو ذهبت ستذهب كل المليارات التي تحدثت عنها والتريليونات التي تحدثت عنها، لكن لو كانت دولة حقيقية مؤسسات لن تذهب هذه التريليونات أو المليارات للشعب ولل يعني مقدرات الدولة. وبالتالي ترامب يستعمل أدواته في المنطقة لتحقيق طبعا جنون طموحه الانتخابي في دورة ثانية، وكذلك اليمين الإسرائيلي من قبل الليكود ونتنياهو والأحزاب اليمينية. وبالتالي يعني هناك مصالح مشتركة بين الجمهوريين في أمريكا واليمين في إسرائيل لتحريك أدواتهم العربية بما يحقق مصالحهم في المنطقة. شكرا لك دكتور ناجي البطل، خبير في الشؤون الإسرائيلية. واسمح لي أن أتحفظ على ما ورد في مداخلة دكتور ناجي البطة حول عدم اعتبار الإمارات العربية المتحدة دولة، عندما قصدت بالدولة الوظيفية أي حسب وجهة نظر الولايات العربية المتحدة